السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم احنا متواجدين في ثالث أقدم كلية أهلية لطب الأسنان في العراق، وهي تكون في جامعة الكفيل. أتأسست في عام 2011، راح تكون لنا اليوم جولة في هذه الجامعة، خليكم ويانا. تبلغ المساحة الإجمالية 9000 متر مربع، ومتمثلة بخمس طوابق، كل طابق يحتوي على أربع قاعات دراسية، وهذه القاعات مصممة بأحدث التصاميم الهندسية. تنفرد كلية طب الأسنان بعشر مختبرات مجهزة بأحدث الأجهزة والمواد المختبرية، وتم فيها مراعاة السلامة والأمن. تحتوي على قاعة خاصة لمناقشة البحوث العلمية، ومكتبة خاصة للحصول على المصادر التخصصية والساندة، وتحتوي على مكاتب خاصة بالسادة التدريسيين. تعد العيادات التعليمية التابعة لكلية طب الأسنان في جامعة الكفيل جزءاً من النظام التعليمي والخدمي للجامعة، والتي تعنى بتدريب الطلاب على التشخيص السريري في مجال جراحة الفم وأمراض اللثة. تبلغ المساحة الإجمالية لها ما يقارب 2400 متر مربع، وتتكون من أربع طوابق تبلغ مساحة كل طابق 600 متر مربع، يضم كل طابق سبع رتهات. لا يقتصر عمل العيادات على تعليم الطلبة فقط، بل تقدم الخدمات الطبية للمراجعين من فئات المجتمع المختلفة لأكثر من 1500 مراجع شهرياً. تتنوع العيادات بحسب تنوع الخدمات والعلاجات الطبية المقدمة. عيادة الجراحة وتهتم بالقلع والإجراءات الجراحية المختلفة. عيادة المداوات والمعالجة، وتختص بالحشوات البسيطة وحشوات الجذور. عيادة الأطفال وتشتمل على علاج الأطفال والأسنان اللبنية والإجراءات الوقائية. عيادة التقويم وتتخصص بالتشخيص وعلاج التقويم بالأجهزة المتحركة. عيادة الصناعة ووظيفتها التركيبات المتحركة الجزئية والكاملة. عيادة طب الفم ويتم فيها تشخيص الحالات المرضية المختلفة ووصف الأدوية المناسبة. عيادة اللثة وتشتمل على مختلف علاجات اللثة. عدد سنوات الدراسة في الكلية هي خمس سنوات، ثلاث سنوات منها تكون في دراسة العلوم الأساسية لطب الأسنان، وسنتان تكون في دراسة العلوم النظرية السريرية، وبالتالي تكون هذه الدراسة في العيادات التابعة لكلية طب الأسنان. حققت الكلية نسب نجاح عالية في الامتحانات التنافسية التقويمية التي أجرتها وزارة التعليم العالي في السنوات الماضية. إلى هنا تنتهي جولتنا لهذا اليوم داخل أروقة كلية طب الأسنان في جامعة الكفيل، هذه الكلية اللي قدمت كل الخدمات اللازمة لكل الطلبة الوافدين. عام دراسي جديد إن شاء الله يكون سعيد على جميع الطلبة، وإن شاء الله نلتقيكم في جولات قادمة. في أمان الله وحفظه.